السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كتب الشمالي ورجعنا لكم بمقطع جديد. اليوم مقطعنا بمناسبة دخولي إلى 500 مشترك. الأخت وأخت الله يسعدكم، مهما أشكركم ما أوفي بحقكم، ودائما أشكركم لأن ذكر في أحد الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهذا الشيء مهم، واليوم مقطعني يعني خفيف لطيف، وبنفس الوقت يكون أسئلة. راح نشوف الأسئلة اللي أنا طلبتها لكم. في أسئلة يعني نزلتها في ديسكورد وفي المنتدى كمان. فأول سؤال اللي سألني خوينا، خوينا توباك على التبي، قال: أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا فارس تابي، وسؤالي هو: وش اسمك حقيقي وكم عمرك؟ هل أنت مستعد ما تقطع من اليوتيوب أبدا، ولا تسحب عليه أبدا وتنزل مقاطع كثير؟ وأحبك. هل تفكر إنك تفتح الفيس كام؟ تمام، أول شيء سؤال الاسم نخليها آخر شيء، تمام. وكم عمر عمرك؟ عمري ما بين 19 و20. أنا بديت من متى؟ من أيام الكورونا، من 2020 أو 2019 بديت عالم التصميم والمونتاجات، وفتحت قناتي عام 2022، يعني فرق سنتين تعلمت المونتاج وفتحت قناتي، ويعني تعلمت أشياء كثيرة. وهل مستعد ما تقطع من اليوتيوب؟ صحيح، ان شاء الله ما اقطع من اليوتيوب، والسحبات هذه ما تصير الا من المشاكل اللي صارت يعني قبل فترة، حق الادارة والاشياء كذا، وان شاء الله يعني نزبط كم اشياء نخلص. هل تفكر انك تفتح الفيس كام؟ هذه صراحة راح يكون في المستقبل، يعني من ما بين 100,000 أو أقل، لأنه ودي أفتح فيس كام، لكن لازم يكون عندي غرفة معين، غرفة خاص حق الشتب واليوتيوب وأشياء كذا، حاجات دي يعني دي يوتيوبر الثاني. خلنا ننتقل للسؤال الثاني، ما هو الشيء اللي كان يحفزك في الاستمرار؟ صراحة اللي ما يدري عن يعني عني، خصوصا اللي كان يساعدني في ناحية تصوير المقاطع وكذا، يعني كان يحفزني اللي هو مدير أعمال. مدير أعمال مين يكون؟ هو أخويا، بس أنا خليته مدير أعمال لأنه هو إنسان يفهم الأشياء يوتيوب والعناوين، وأغلب عنوان المقطع هو جايبها ومن فكرته. فأنا بس أضيف أصور وأزبط وأمنتج وأسوي كذا. فهذه الأشغال اللي أنا أسويها خلال الفترة الماضية، فهو شخص وحيد اللي كان يحفزني، رغم أنه أخويا، ويعني الله يسعده. السؤال الثالث، كيف جات فكرة أنك تفتح الديسكورد؟ وقول اسمي دراكولا. تمام، كيف جاتني فكرة انك تفتح ديسكورد؟ شوف، صراحة انا من الناس يعني ما كنت ادري شيء اللعب الجماعي. فاللعب الجماعي لما كنا نلعب ما كنا نقدر نشارك فيه، الا شيء وسيلة وحيدة التطبيق اللي هي الديسكورد، يعني وسيلة مساعد يعني ساعدنا في المقاطع وفي التصوير، في تسجيل الاصوات، في اشياء كثيرة. الأمل الوحيد تلقاها وين؟ في الديسكورد. الديسكورد هو أمل وحيد. أنا ما فتحت الديسكورد إلا عندي السبب اللي هي أساعد قناتي وديسكورد، أصنع جمهوري من طرفين، جمهوري في الديسكورد، جمهوري في اليوتيوب، عشان أي مقاطع ينجل يحصلون الرابط في مقطع، اللي في الديسكورد يدخلون في المقاطع، واللي في اليوتيوب يقدر يشوف المقاطع، يصير القناة تدبل عليه بالمشاهدات واللايكات والاشتراكات. فعشان هذا اللي هو فكرة اللي كنت أفكرها من زمان. سؤال الرابع، وش سالفتك مع إشبين؟
اللي ما يعرف إيش بين قد طلع معايا في أحد المقاطع اللي هق الشرح الديسكورد، اللي كيف تفعل نفسك وما أدري إيش أشياء كذا. نتكلم الحين عن موضوع التفعيل والتفعيل الصوتي. قد طلع عندنا، بس صارت مشكلة بيني وبينه، لأن صراحة يعني زي ما تشوف، يعني أنا ما أقول من ناحية الأسلوب اللي عنده اللي هي التكبر، واللي أسلوب الثاني يعني صراحة خرب سمعة السيرفر هو بنفسه، وتكبر على الناس واستغلال الأونر على الناس. فأنا من الناس ما كنت أحب هذا الشيء، التكبر ليش سوي هذا الشيء؟ بالعكس خرب السمعة رويال لايف، والناس يعني نصهم كده يعني تحطموا قلوبهم اللي كانوا يحبون رويال لايف في البداية. فيعني صارت أشياء، يعني بعد ما وصلنا إلى 500 عضو في سيرفر رويال لايف، وسوينا أشياء، سوينا إنجازات، سوينا أشياء قوية، وصارت شيء أجمل أيام قد مرينا. لكن بعد 600 عضو صارت مشاكل، صارت بلاوي، صارت ما أدري إيش. أنا ما أدري، يعني يا ريت ما صارت هذه الأشياء، لأنه السيرفر صراحة كنت حبه مرة، كنت متفاعل للدرجة إني كنت يعني أول ما أصحى أقعد عليه، أول ما أنام كذا. يعني السيرفر كان يستحق، لكن للأسف راح، وإحنا يعني صارت مشكلة بين الإدارية، وصارت مشكلة أشخاص دلعوا، وقائد الشرطة يعني أبو أحمد اللي هو أخويا طلع من الشرطة، والأغلب الأشخاص اللي في العسكرية يعني خرجوا منه، وأنا في الأخير يعني طلعت. واللي قال لي إيش اتخذت القرار، يعني أنا فوندر بالله آخذ القرار، يعني تباني أطلع؟ فأنا أخذت قرار، ما دام يقول لي كذا والناس بدأوا يطلعون، أنا طلعت منه، خرجت من سيرفرهم. يعني بالعكس يعني خرب السيرفر بنفسهم. انا ما كنت ودي دور المشاكل، هو كان ناويها مشاكل، كان ناويها شر. في الاخير هو خربها وزودها من مشاكل ما ادري ايش، والناس كرهوه وقالوا ظالم وما ادري ايش، اشياء كثيرة صارت صراحة، صارت اشياء بلاوي في السيرفر. فاحنا اضطرينا انه احنا نخرج من هذا السيرفر، يعني خسروا تقريبا 400 او 300 عضو في السيرفر اللي كان يجيب عدد كبير. وانا قفلت الروابط، يعني هذا الادمي ادى كلام، بعد ما خرج بدأ يقول لي عني انا ادور فتنة. انا كيف بالله عليك، اللي لو كنت ادور فتنة ها كان عندي ادمنستريتر، كان حذفت الرومات، كان سويت المشاكل، كان سويت الخرابة في السيرفر من زمان. انا اصلا ما ابى هذه الاشياء، انا ابى اصنع الديسكورد سيرفر انه يكون باسمي، ويكون ناس يستمتعون يلعبون ينبسطون ويستمتعون، هذا اللي هدفي باختصار. لكن صراحة الادمي اشبين يعني كان شخص يعزني، كان شخص عزيز علي، لكن هو خربها بنفسه على كل شيء. يعني اي شيء في بالك سويها، اي شيء في خاطرك سويها. اول ما طلعت من سيرفر حطيت الرسالة عشان انه انا طلعت، ولكن هو حذف الرسالة وما يبي يخسر الادو، يخايف من هذا الشيء سويها، فخربها زيادة بالسيرفر. يعني من تحول من رويال لايف الى اسبيكال تاون. اي واحد اذا يشوف، انا انصحك نصيحة انه تخرجوا من هذا الشيرفر، لانه هذا الشيرفر يعني اسلوبهم في البداية يعاملوك معاملة تمام، لكن لما تدخل معاهم وتستمر معاهم تشوف المعاملة السيئة عندهم. صراحة انا يعني تحملت كل الايام اللي قعدت فيها في الشيرفر، وقعدت في الإدارة، مسؤول الإدارة وفوندر وأشياء كثيرة، يعني شايل الإدارة التنظيم والترتيب أنا بنفسي،
وصح في أشخاص كان غيري، يعني مو أنا أمدح نفسي، لكن صراحة لو تشوف الناحية التفاعل، ناحية ما ال حل المشاكل، تلقاني أنا هنا موجود كل مكان. لكن الآدمي هو خربها بنفسه، سواها مشاكل بنفسه، وصارت يعني ناس بعد ما خرجت من سيرفر جو ناس اشتكوا عندي، يقول في الخاص انه هو كان ما هد كان يبي يبندك، لكن خلاك عشان يشتغل لك، عشان انا انشر السيرفر يجيب العدد كبير بعدها يبندني. يعني هذه السالفة وصلت عندي بعد ما خرج، يعني سالفة وصل، ما ادري هل هذه شد ولا لا. لكن صاحب السيرفر قبل فترة قال لنا انه فوندر او تيم ايه اذا خرج من السيرفر رويال لايف بينحذف الرويال لايف بكبرها، حلف بالله وقال هذا الكلام. يوم انا طلعت ما حذف السيرفر، ما سوى اي شيء، يعني اخلف الوعد. فالادمي هو كذا كذاب وكذا ما عنده خوف من الله، فما قدرت أتدخل الموضوع أكثر، وما ولا أبغى أتدخل في نيات الآخرين، لكن صراحة هو سوى أشياء أنا ما عجبني فيه، سوى خرب سوى سمعة السيرفر. لكن أي شخص في سيرفر إسبيكال تاون، أو يعني اللي حول اسم رويال لايف إلى إسبيكال تاون يخرج منها، فهذه نصيحة مني لكم اللي أشخاص موجودين أو اللي يبي يدخل معهم. صراحة أسلوبه مو مرة طيبين، لكن أسلوبه راح يتغير مع الوقت. إيه تلقاهم متكبرين، تلقاهم مدري إيش، تلقاهم يهايطون، تلقاهم مدري إيش. فأنا ما أقدر أقول غير إنه الله يصلحهم، الله يهديهم. بس أنا سويت سيرفر ثاني إن شاء الله، ببدأ أصمم شعار حق السيرفر، بانر حق السيرفر، لأنه حرفيا أول مرة أصمم باكج حق الديسكورد ذا لايف. وأي شخص يبي يدخل سيرفر ذا لايف حياكم، رابط تلقونها تحت صندوق الوصف أو أول تعليق مثبت. لا ما تقصرون معانا يعني على حضوركم، على وجودكم. احنا نحاول نطور نفسنا حبة حبة. وصح ان احنا خسرنا عضو واجد، لكن ان شاء الله ربي يعوضنا اكثر واكثر، والقادم يعني افضل وافضل. وخلينا نروح لسؤال السؤال الاخير، سؤالين، خلينا نروح للسؤالين المهمة. السؤال الأول، هل راح ترجع تصور مع عبد الرحمن وأحمد، يعني اللي هي لعبة جماعي اللي كنا نلعب أيام ماينكرافت، اللي يذكرونها متابعين قدام يعرفون. صراحة شوف، إذا هم اجتمعوا وقالوا لي يلا نبي نلعب، والله أرجع لهم سلسلة هذه ولعبة جماعي من أجمل ألعاب كنت ألعبها، والسلسلة المفضلة عندي. ألعاب جماعي أفضل شيء عندي. والسؤال الثاني، هل في أحد ساعدك في اليوتيوب؟ صحيح، أنه اللي هو ساعدني في اللي اسمه ما أذكر اسمه، ما أدري إيش كان، برو جيمر، ما أدري جيمر برو وكذا كان اسمه. خلنا ننتقل لسؤال أخير اللي هي الاسم، اسم الكتب. تمام، اللي ما يعرف كتب الشمالي اختصارها كتب، فأنا خليت كتب، أي واحد يناديني كتب كتب عادي، يعني اختصار كتب الشمالي كتب كتب، تقدر تنادوني أو كذا. أول شيء الاسم، وسعود، لا غلط، كريستيانو، هذا كريستيانو يتدخل، سعود، لا غلط، محمد محسن، لا جاسمية، لا نواف، لا إسماعيل، لا سالمية، لا طارق، لا خالد، لا. حرفيا ما في اسم يعني قد جابها.
شوف كلهم قالوا نور، عامر، هاني، لا في واحد يقول انا صامل على سعود، غلط. محمد عبد الله، سعد عبد الرحمن، غلط. هناي، هناي وش هناي، قصده هاني. وعامر، خالد، ابي نور، هاني، غلط. عبد الله جميلي، غلط. كل الاسماء اللي قالوها غلط. شوف والله، شوف يا اخوان انا ما اكذب عليكم، شوف كاتبين اسمي يعني مو موجود ولا واحد منهم اسمي. شوف شي فروسي، فارس، لا ولا واحد منهم جابها. وانا معلن ايش؟ معلن اعلان، هنا تشوف الإعلان تصوير، تلقى إذا واحد جاوب إجابة صحيحة على اسمي راح ياخد جائزة 50,000 كريدت، فولا واحد ولا بني آدم جابها. شوف والله أنا ما أكذب عليكم يا أخوان، صراحة أنا ما أكذب، أنا كلمتي واحد. أول شيء خلنا نروح الاسم، تمام. أول شيء راح اقول لك، ومن مواصفات الاسم من مواصفات الاسم، اسم يتكون من 4 حروف، واسم نادر، واسم ما يخطر في بال، واسم احد اسماء انبياء، واسم وسهل تقول وصعب تتذكره. هذول 5 أشياء يعني قلت لك، يعني مواصفات. الاسم هو شعيب، اسم النبي اللي معروف أغلبكم قريته في القرآن موجودة وكذا، هذا هو اسم. وكذا انتهينا من المقطع، أتمنى أعجبكم المقطع، لا تنسوا تدعموني باللايك، وصلوا هذا المقطع 20 لايك، واشتركوا في القناة إذا بما أنتم اشتركوا، فعل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وأهم شيء صلوا على الحبيب، قلبك يطيب. كان معكم أخوكم كتب الشمالي، ومع السلامة.